الموجز والرياضي ياتيكم من القناة الإلكترونية الأولى في الجزائر الجزائر تيب، أهلا بكم. بداية، ترسم غياب لاعبي الخضر ونادي ران الفرنسي أمين كويري عن نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 جونفي الجاري بالكوت ديفوار. وقرر الناخب الوطني جمال بالماضي بالتشاور مع أعضاء الطاقم الطبي للمنتخب الوطني تسريح كويري من التربص الخاص بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة. وكشفت الفاف في بيان لها اليوم الاثنين على هامش سفرية المنتخب إلى لوم الطوغولية تحسبا لإجراء تربص يدوم لغاية 10 جونفي الجاري، بأن الإصابة التي عانى منها كويري ستحول دون مشاركته في الكان، مبرزة بأن اللاعب خضع لفحوصات بعد الاطلاع على التقرير الطبي القادم من نادي ران الفرنسي، وتقرر تسريحه رسميا من المنتخب. كما تمنت الفاف رفقة باقي أعضاء وفد الخضر الشفاء العاجل لكويري الذي تأجلت مشاركته الأولى في أقوى المحافل القارية إلى إشعار آخر. في أخبار المنتخب الوطني، دائما حل وفد الخضر مساء اليوم الاثنين بمطار لومي الدولي بالعاصمة الطوغولية تحسبا لمباشرة المرحلة الثانية والأخيرة من التحضيرات الخاصة بالكان. واستغرقت رحلة العناصر الوطنية حوالي 6 ساعات عبر طائرة خاصة من مطار هواري بومدين. وأظهر رفقاء القائد رياض محرز تركيزا كبيرا لدى وصولهم إلى مكان التربص الذي سيستمر إلى غاية 10 جونفي الجاري. وخلال تربص لومي سيلعب الخضر لقاءين وديين أمام كل من الطوغو وبوراندية. في سياق ذي صلة، أكد الناخب الوطني جمال بالماضي رسميا غياب مهاجم الخضر وهداف نادي سان جلواس البلجيكي محمد أمين عمورة عن أولى لقاءات المنتخب في كان الكوت ديفوار. وقلب الماضي من مطار لومي الطوغولي اليوم الاثنين أين سيجري الخضر تحضيراته الخاصة بالكان، عمورة سيغيب أمام أنغولا بسبب العقوبة. للإشارة، فإن ابن مدينة جيجل كان قد تحصل على إنذارين في تصفية المؤهلة إلى كان الكوت ديفوار، وهو ما يجعله معاقبا بالإيقاف آليا لمباراة واحدة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز الرياضي، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام الله عليكم. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.